كيف وصلت جودة بيك لهذا النجاح؟ جملتك ناقصة، إذا حابة توصلي لهدفك كمليها. طيب جودة بيك كيف وصلت للنجاح والثروة العظيمة؟ لأني ما ضيعت وقتي بهيك أسئلة وعرفت استغل الفرص. وضح لي أكثر جودة بيك. عندك فراطة؟ إيه؟ أعطيني. كفو هدول؟ لا قطعة واحدة بس. يا زمان زمان ما حملتها. راح لعبك لعبة، ركزي معي. إذا قدرتي تطالعي العشر ليرات بدون ما تملي أصابعك أو تكبي الشامبين راح أسمح لك تنادي لي جودته بس. وهلأ جودت، إذا حسنت تطلع العشر ليرات بدون ما تكب الكاسة وبدون ما تشربها وبدون ما تبل أصابعك، بحق لك تطلب مني طلب واحد. مهما كان الطلب؟ مهما كان. وإذا ما قدرت؟ توعدني توقف معي لآخر الطريق وتدعمني بكل قوتك. عم تلعبي بالنار. فرصة وجتني. بس رح أحرق لك أصابعك. لكل شي تمام. ماشي. أنا قبلت الرهان. مئة ألف وطالعية أنت. نص مليون. مليون. الرهان قائم أحلى. بس لبين ما تحلى أنا الكسبانة جودت. أكيد روعة أكيد. رح عيد حساباتي وإلا ما بكون جودت. بتعاند المستحيل. أنا ما بعرف شي اسمه مستحيل. على فكرة أنت انتهيتي. شو أخبار شيرين؟ تنسحبي؟ بدي انجح. هذا مصروفك ببيروت، بكره ببعت معك السائق. بس انا عم بمزح جودة بيك. انت الوحيده المسمح لها تقلي جودة. ايه بس هذا الكلام قلته لشيرين. مين شيرين؟ وانا مين؟ انت اللي رح احرق لك اصابعك. بس ضمن اللعبه جودة. أكيد ضمن اللعبة. أنا أساساً ما ببل غير هيك.